بنشيدنا الوطني لنقول علمنا علم الكبرياء. الأقسام والمراكز وللحديث أكثر على أهداف ملتقانا اليوم وعلى حجم المعاناة التي معانينا جميعا كعاملين بوحدات دائما على المحك. نحن هنا لنتناقش ونحن أقرب الناس إلى جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظ الله لتقديم الدعم ويد العون حتى نتمنى التوفيق والسداد في هذا الملتقى الهام الذي يجب وضع استراتيجية واضحة للسنوات القادمة. باسم كل الحاضرين الموجودين من الأخوان والأخوات، واسمح لي أن أتكلم باسمكم. نتمنى في نهاية النقاش فأي أحد من الأخوان لكن تو بالطريقة هذه الصيدلة هذه أمر بأن في احتكار من احد الشركات على المشكلة في فساد موجود، فساد الكلى هي مركز الفساد في ليبيا بهالشكل تكون عالية، لابد من هذه المنطقة أن يتم خلق شعرة هذه الشركة تغوي ويجب أن يرفع الحد. عكس اللي واحد ولما تناقش يقول لك هذا الموجود، كيف هذا الموجود؟ ما فيش عليه التدريب، برامج التدريب يعني وتأهيل للعناصر الطبية وطبعا المساعدة. المبدأ الأساسي هي جمعيات علمية، هي الجمعية تطبيق